الراديو 90 90، هواها مصر. بما اننا لسه عايشين زهوة يومين الرياضة الحلوين اللي شفناهم في ريو دي جانيرو، خلونا نجيب بقى في سيرة اعلامنا الرياضية المنسية خضر التوني. خضر التوني هو الرباع المصري اللي حفر اسمه بالذهب في تاريخ الرياضة العالمية عموما والمصرية بالاخص. ابوه وجهه لرفع الاثقال بعد ما لقاه كده وهو طفل عنده 10 سنين قادر يرفع عربية كارو محملة طوب من على الأرض. ده إيه بقى؟ ده بعد ما البغلة اللي شد العربية اتكعبلت ووقعت لأنها حامل. وفعلا خضر ما يخيبش ظن أبوه ويتفوق في الرياضة دي بشكل مذهل ويحصد بطولات الأحياء والمديريات وبطولات الشرق. وتيجي سنة 36 بإقامة أولمبياد برلين، أكتر أولمبياد مسيسة أقيمت في التاريخ واللي استخدمها هتلر شخصياً لإثبات التفوق الآري. وميقرر خضر يسافر يمثل مصر في الأولمبياد دي وينافس الألمان في عقر دارهم. مدعوم الحكومة بقى؟ لا، كالعادة واضح إن الموضوع ده له جذور تاريخية. خضر يسافر بطولة يا ولده لا وراه ولا قدامه وعلى حسابه الشخصي كمان. طب يعمل إيه؟ يكتفي بالتمثيل المشرف؟ فاشر. تمثيل مشرف مين يا عمه بتاع مين؟ خضر أفندي يجيب لمصر الذهب مرة واحدة، أو ربنا زي ما بقول لكم كده الذهب مرة واحدة. ده كمان يحطم 3 أرقام أولمبية لدرجة إن المحكمين ما بقوش مصدقين، لأنه بيرفع أوزان ملهاش علاقة بوزنه هو الشخصي وبيكسر أرقام أكبر من وزنه بكتير. طب شوف بقى الزغلولة الكبيرة بقى، هتلر بجلالة قدره، هتلر اللي درمغ العالم كله وجابه على المحارة، ينبهر بخضر ويسلم عليه ويقول له: يا خضر أفندي، من المؤسف ألا يحمل كتف هذا البطل العالم الألماني. شوف الجمال يا أخي. الغريب إن الاتحاد العالمي لرفع الأثقال ما يعترفش بأي أرقام لخضر قبل دورة برلين دي. ليه بقى؟ بيقولك كانوا متأكدين إن البيانات اللي بتجيلهم غلط، لأن مش منطقي رباع في وزن المتوسط يرفع الأوزان دي. خضر أفندي يواصل تألقه في عالم رفع الأثقال ويشترك في بطولة لندن سنة 48 وسط اهتمام العالم كله بيه، لسموه ساعتها البطل الذي لا يقهر. العالم كله، مش الناس اللي مش مصدقة انه مش رافع اوزان بلا نيلة. لكن خضر يجيب خسارة المركز الرابع مع الاسف، وده وسط ذهول الكل. بس الذهول كان بسبب ان خضر اصيب ليلة المباراة بالتهاب حاد في الزايدة الدودية، ومع ذلك اشترك في المسابقة رغم ان الضغط ده كان ممكن يفجر الزايدة ويقضي عليه فعلا. سنة 49 يحصل خضر التوني على بطولة العالم، وسنة 50 كمان يحقق رقم عالمي جديد. العالم كله بيحتفي بخضر التوني، وبعد وفاته ب 36 سنة بيطلقوا اسمه على شارع في القرية الأولمبية في ميونخ، وشارعين في مصر، وميدان في حلوان، وتم اعتباره من أهم 50 رياضي في تاريخ الرياضة العالمية. والله زي ما بقول لكم كده. خضر التوني الله يرحمه شرف مصر بكل المقاييس، وكان وفي للرياضة بتاعته والبلد طول الوقت. خضر لما سافر أول مرة في دورة برلين على حسابه، ولما رجع بالذهب، لقى روحه مفصول من شغله الحكومي للغياب بدون إذن. مصر دايما يا أخي عندها أزمة مع أي رياضة غير الكورة، والمشكلة إننا عمرنا ما عملنا في الكورة ربع اللي عملناه في باقي الرياضات.